الدكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. مسؤوليات مريض تجميل الأسنان هو التدقيق في اختيار الطبيب المتخصص والصرح الطبي المناسب الموثوق، بعدها يتحتم عليه التعاون التام والالتزام بالتعليمات الطبية والحرص على مواعيد المتابعة، علاج كل ما حول الأسنان من لثة وأنسجة، وتنظيف الأسنان واللثة دورياً بالعيادة مرتين سنوياً، تناول الوجبات المنتظمة والتقليل من السكر مع شرب الكثير من المياه، الابتعاد عن العادات الضارة بصحة الفم والأسنان زي الكحوليات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وطبعاً التدخين. أهلاً بكم. أنا بعتقد إن في 5 حاجات مهمين جداً لازم تحطهم في دماغك كويس قوي قبل ما تعمل سمايل ديزاين، قبل ما تعمل تصميم ابتسامة، قبل ما تعمل ما تروح لدكتور متخصص في تجميل الأسنان. أولها أن أنت تسمع كلام الدكتور، ودي بتهيألي يعني لو أنت نفذت دي هتنفذ الأربعة الباقيين بمنتهى السهولة، لأن هم الأربعة الباقيين مبنيين على أنك تسمع كلام الدكتور، ما تفرضش رأيك عليه. تاني حاجة أنك تكون عندك فهم أو مصدق أن الدكتور هيعمل لك تصميم الابتسامة بناء على شكل وشك وتقسيماته، دي تاني حاجة. تالت حاجة ان يكون في تناسق، ودي مسؤولية الدكتور، وانت لازم تسمع كلامه فيها. يعني ما تطلبش مثلا السنان اللي فوق تبقى اكبر قوي من السنان اللي تحت، ولا السنان اللي تحت تبقى مش عارف عاملة ازاي، وتطلب انياب او تطلبي انياب مختلفة شكلها كبير شوية. لازم يبقى في تناسق. النهارده ضيف العزيز الدكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان، المؤسس لمركز برايتي للاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، والمصمم الابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور ايمن؟ الله يخليك. 5 حاجات صح؟ صح. اهمهم اول واحده اللي هي ايه؟ اسمع كلام الدكتور. دي حقيقه. يسمعوا كلامك. طبعا هو الفكره كلها ان البيشنت دلوقتي بقى عنده يعني معلومات كافيه، والانترنت سهل للناس قوي ان هي تدور على المعلومه، فبقى يجي يحط لك خطه علاجيه هو، يعني العيان يجي يقول لك اعمل لي كذا واعمل لي حشو عصب في السنه دي واعمل لي السنه دي بالطريقه الفلانيه، وده طبعا غلط. يعني هو طبعا ان هم بقوا عارفين معلومات اكتر عن طريق الانترنت وعن طريق برنامج زي الناس الحلوه والحاجات دي، بس لازم برضو في الاول وفي الاخر نسمع كلام الدكتور اللي بنثق فيه. انا هثق في دكتور هروح له هو يعمل اللي هو عايزه. سمايل ديزاين مشهور، تصميم الابتسام، ده مصطلح علمي ولا مصطلح تجاري؟ هو مصطلح علمي حقيقي اتحول في الوقت الحالي الى تجاري. يعني ايه اتحول الى تجاري؟ يعني دلوقتي بقى يجي العيان يقول لك ايه هو مفهوم السمايل ديزاين ايه؟ ان انا اخلي ابتسامتك شكلها حلو، صح؟ الناس قلبته لحاجه تجاريه، بقينا نتاجر بيه. يعني يجي عياده الاسنان او مركز الاسنان يقول لك ايه انا هوريك شكل السمايل بتاعتك قبل ما نشتغل. طيب هوريها لك ازاي؟ يعني هل هوريك مثلا صوره عليها ديزاين كده هو ده الديزاين، ولا هل انت انا هصورك بطريقه احترافيه واصورك فيديوز عشان اعمل لك تصميم ابتسامه؟ لو شفنا مثلا صوره زي دي الصوره اللي دارجه دلوقتي، فأنا هسميه سوق طب الأسنان. يجي العيان يقول لك إيه اعمل لي تصميم ابتسامة، ده أنا والله رحت العيادة الفلانية قالوا لي هنوريك شكل أسنانك قبل لما تشتغل، وري له صورة زي دي. طب إيه عيوب الصورة دي؟ دي صورة ثنائية الأبعاد. هل طول الأسنان ده باين فيه مثلا شفايف أو وش إن الطول ده مناسب للحالة دي؟ مش باين حاجة، كل اللي باين فيها طول بعرض بشكل ولا ليه أي 30 لازمة خالص. ده هو السمايل ديزاين التجاري. اول ما نشوف صوره زي دي يبقى دي حاجه تجاريه على طول، يبقى الدكتور ده او المركز ده بيعمل لي تصميم ابتسامه
اي كلام عشان بس يحاول يقنعني بالتريتمنت بلان او بالخطه العلاجيه. تصميم الابتسامه المعمول بحرفنه المعمول مظبوط ده بيبان في حاله تبقى مثلا اسنانها مش باينه فجاه انا بينت له اسنانه. طب انا هجيب الطول ده ازاي؟ عن طريق تصميم الابتسامه. مش بس مجرد ماكت زياده، احنا لو شفنا الصوره اللي بعدها دي محتاجه تصميم ابتسامه. ليه محتاجه تصميم ابتسامه؟ هو دلوقتي ما فيش ولا سن عنده باينه ولا فوق ولا في اي لقطه. ده كده مثلا بيبقى عنده حاجه و30 سنه، فانت بمنظر السنان اللي مش موجوده ده تحس ان هو عنده حاجه و40 50 سنه. ده كده يتعمل له تصميم ابتسامه بالطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. كده هو في الفيديو اللي فوق، احنا لازم يتصور فيديو. اسنان اللي فوق مش بتبان خالص، كل اللي بيبان اللي تحت. ده بيدي احساس بكبر السن. في الصوره اللي تحت بعد تصميم الابتسامه سنانه بقت تبان. لو شفنا كمان الصوره اللي بعدها نفس الحاله. فوق الاسنان مش باينه، تحت وهو بيضحك حاجه بقى 3D يعني متحركه. انما مش تصميم الابتسامه اللي احنا شفناه في الصوره الاولانيه اللي هو مجرد رسم على الاسنان. الاولاني ده التجاري، ده اسمه تصميم ابتسامه حقيقي. ده كده جالي بشكل ابتسامه انا غيرتها له تماما وخليته شكله اصغر بكتير واحلى بكتير، ويعني هو طبعا اتبسط جدا. هو على فكره ده صعب، يعني النوعيه دي من الوشوش صعبه. بالظبط، لان الحاله دي مثلا انت طول السنه كام؟ حوالي 14 مللي. طول السنه الطبيعي 10 مللي. في الحالة دي احنا مضطرين نطول قوي. لو انا مش عامل تصميم ابتسامة وخدت له مقاسات وبعتها المعمل هيجيبها لي قصيرة برضو. يبقى انا لازم اجايد المعمل، لازم انا اللي اقود المعمل اقول له اعمل لي السنة طولها كذا. يبقى انا كده عملت تصميم ابتسامة. بص بقى انا هقول لك على حاجة يمكن انت ما تعرفهاش قوي. في افلام زمان تسمع عن بروسلي؟ بروسلي طبعا. في مجموعة افلام عملها بروسلي واللي جم بعد كده فكرة مبنية على إنه يدخل عمارة كل دور فيه عدو من أعدائه بيواجهه، وكل ما يعلى في الأدوار يعدي يعني يكون مستوى اللي بيحاربه أقوى وأصعب يعني. فأنا أقول لك بعتقد إن اللي جاي يعمل تجميل عندك قدامه عمارة من اللاءات، عمارة من العوائق. أول دور في العمارة الوقت، وهو جاي عمال يفكر في موضوع الوقت. هو أهم حاجة أنا اشتغلت عليها ويعني وتعبت الناس اللي شغالين معايا عليها بالمعمل اللي أنا بشتغل معاه بكل حاجة، الوقت. أنا يهمني قوي إن أنت تجيلي زيارتين بينهم أربع خمس أيام بالكتير قوي أسبوع. ده مهم قوي. كتير قوي من العيانين ممكن أو كلاينت، أنا بحب أسمي اللي جاي يعمل تجميل مش محبوش يبقى اسمه عيان، اسمه كلاينت. لما بيجي هو مثلا بيبقى بيشتغل في حاجه معينه او هي مثلا ام ولا حاجه، والتجميل رفاهيه يعني مش هتموت من غيره. هعمل لك الكلام ده في قد ايه؟ والله في شهرين. السلام عليكم، مع السلامه. او هي بتبقى عندها فكره قديمه، لان زمان كانت دكاتره الاسنان بتشتغل بالقطعه، يعني يجي يحشي سنه ويمشي وبعدين السنه دي تبوظ ومحش اللي جنبها، اول ما يحشي اللي جنبها تكون الاولانيه باظت التاني، فبيعيش مع دكتور السنان كده. بيعيش مع دكتور السنف. فدكتور السنان ده بقى اسمه صديق العائله وبقى الدكتور النفساني كمان يعني بيشتكوا له. يعني ده مش السيستم خالص اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. هو العيان بيجي نعمل له عمره في اسنانه، بيجي جلستين بينهم اسبوع بخلص له كل اسنان. انا احب اعمل كل السنان مع بعض. يجي مره نشتغل واللي بعدها يركب التركيبات التجميليه سواء كانت قشره تجميليه فينيرز او كراون وشكرا. حاله زي دي عامله حشوات كتير قوي في اسنانها. دي طبعا ما بتجيش كده من نفسها تقول لك جمل لي اسناني، هي بتبقى جايه مع حد فانت بتشوفها انت سايبه نفسك كده ليه، فهي بقى بتبقى فاقده الامل في ان هي تعمل سنانها ليه، لان هي عملت الحاجات دي في سنين. انت متخيل دي حشوات؟ هي عامله حشوات. طبعا كل سنه تروح تعمل واحده وقبل ما تعمل الثانيه تكون الاولانيه، قصص كبيره. طب الحاله دي لو شفنا الحاله بعد اتعملت كده في قد ايه؟ في قد ايه؟ في اسبوع. ففكره الوقت انا بالنسبه لي اهم عنصر من عناصر تجميل الاسنان. اهم حاجه ان انا اعمل لك سنانك في وقت قليل جدا. انت مسافر بقى، انت بتشتغل، انت وراك اي حاجه،
الموضوع ده بيتعمل ماكسيموم اسبوع ماكسيموم، يعني لو الدنيا زحمه جدا بيبقى اسبوع، في الايام العاديه بيبقى اربع ايام. ففكره الوقت من اهم الحاجات. لو شفنا مثلا حاله زي دي، دي انت طبعا هتعرف هو منين، انهي دوله. ده من اليمن. تمام. ده من اليمن. ليه بقى؟ السنان دي غالبا بسبب القات. بالظبط. الحاله القات يعمل كده في السنان. اصل احنا بنشوف عينين اليمن، اليمن دي بلد عظيمه، واليمنيين دول شعب رائع وعندهم تقدير كبير جدا للطبيب المصري. اليمنيين عندهم مشكله، حكايه القات دي لازم يشوفوا لها حل، لانه القات بيبوظ الفم وبيبوظ الاسنان بشكل غير عادي. بياكلها. بياكلها، ما هو حمضيته عاليه. بالظبط. فهو العيان اليمني بيتعرف ان هو داخل لي على باب العياده كده. عندهم مشكله تانية، الميه كمان. الميه والقات. والقات، حاجتين، مياه جوفيه وقات. بالظبط. تلاقي اللي بيخزن القات يعني معظمهم رجاله. هو ليجل عندهم، هو مش ليجل. ما حاجه في التراث. بالظبط. بيبقى شكل اسنانه كده، واللي بيبقى من الميه بتلاقي اسنانهم فيها سنه بياض، بطش بيضه كده. طبعا الحالات دي بتتجمل عن طريق التركيبات التجميليه. لو شفنا الحاله بعد واتعملت في قد ايه، تخيل ده بقى كده في اربع خمس ايام. ده كراون مش فينير. ده كراون طبعا. لان السنه متاكله من ال، مفيش طبقه المينا. بالظبط. القط بياكل طبقه المينا. طيب ليه عملنا كراون مش فينير؟ عشان تعيش معاه طول العمر. طب لو عملنا في الحاله دي فاذا الخطه العلاجيه مهمه في ان هو يقعد قد ايه كده. ده كده لو ما دام عملنا كراون. في ناس بتيجي تقول لي انا عايزه فينير عشان الفينير شكله احلى من الكراون. في ناس مفيش فرق في الشكل، الفرق في طريقه تحضير السنه. السنه لما بتبقى سليمه بنعملها قشره من بره خارجيه، سمكها قليل قوي، تدي شكل سنه سليمه. طب سنه بايظه زي دي، لا لازم احوطها كلها بكفر، شكلهم واحد الاثنين. عشان في ناس فاكره ان في فرق بين الكراون والفينير. الكراون اللي هو الطربوش ده تركيبه بتتعمل من الاي ماكس او الزيركونيوم او الالترا ماكس، بتغطي السنه كلها وتحافظ عليها. الفينير لو انا اسناني سليمه وعايز بس اغير اللون، اعيد رصتها، ارسم ابتسامه، بس لازم تكون السنان سليمه. بركب القشره الخارجيه اللي هي بتبقى تحضيرها خفيف قوي، مجرد تخشين. فانا بالنسبه لي لو العيان اللي بتاع القاد ده جه قلت له والله انا هعالج لك كل سنتين مع بعض في خلال شهر ونص، هل هيعملها؟ لا طبعا مش هيعملها. هبقى انا كده قصرت معاه. عشان كده هو عنده مثلا حوالي 38 او 39 سنه ومشكلته مش ماديه. مشكلته كانت لما بيروح لدكتور بيشوف سنانه، الدكتور نفسه بيتخض ويقول له والله احنا هنعالجك في 3 4 شهور. لا انا الحاله زي دي تتعمل في 4 5 ايام بالظبط، وهم جلستين. يعني بيجي زياره والثانيه بيركب. الدور الثاني في التحديات. الدور الاولاني كان الوقت. الدور الثاني لخبطه والحيره فيما يتعلق بالخطه العلاجيه. عارف الحيره بقى، هو ودنك منين يا جوحه؟ بالظبط. هو الخطه العلاجيه مهمه قوي، او انا شايف يعني من شرف وادب مهنه طب الاسنان ان انا اطرح على المريض بتاعي كذا خطه وهو يختار الانسب ليه. كلنا يا دكتور ايمن اهتماماتنا وطريقه تفكيرنا مختلفه، فانا ممكن حاجه تليق عليا ما تليقش عليك. ممكن مثلا انت تحب العربيات الانجليزي وانا احب العربيات الالماني. فالفكره كلها ان احنا كل الناس طريقه تفكيرها مختلفه. فما ينفعش ان انا اعرض عليك وجهه نظري الاحاديه الاحاديه. يعني ما ينفعش اقول لك والله انت خطتك العلاجيه كذا وهي دي وهو ده. لا انا ممكن اقول لك انا اعرف اعمل لك كذا بس انا ما اعرفش اعمل لك كذا، فما ضيعش عليك فرصه التجميل. لان التجميل دي فرصه، التجميل ده ممكن يغير لك حياتك. لو شفنا حاله زي دي الف ب اي دكتور سنان لو جبته من اول ما هو في سنه خمسه كليه لحد اللي تقويم. مخلص تقويم. حتى انت يا دكتور ايمن مش الدكتور اسنان تقول تقويم. ليه تقويم؟ عنده سنه، عنده يونيلاترال كروس بايت، يعني عنده سنه داخله وسنه خارجه وسنان طالعه لبره وفي فراغات. فانت اول ما تشوفه تقويم، صح؟ مش هيعمل تقويم. مش هيعمل. ليه مش هيعمل تقويم؟ لانه سنه كبير وهيقول لك لا مش هقعد انا رايح جاي عند دكتور سنه وانا مش فارق لي اصلا. يعني الموضوع بالنسبه لي لا، لو هتعذبني سنتين بالتقويم وتقعد تركب لي حديد واولادي يضحكوا عليا مش هعمله.
هو المريض بقى هو دماغه كده، ممكن مريض تاني يقول لك لا هعمله بالظبط ويبقى ملتزم بالظبط. ف وكمان هو عنده تروما في العيله من التقويم، يعني ممكن يكون حد من عيلته عمل تقويم وفشل. فالفكره كلها ان حاله زي دي انا الانسب لي، انا شايف ان الانسب لي التجميل، الانسب مش الافضل الانسب. بعرض عليه الحلين، والله في تقويم وفي تجميل، لكن ما اقولوش والله هو انا مثلا بتجي بميل للتجميل، ما اقولوش لا انت حلك تجميل بس كده غلط. لا انا اقول له في تجميل وفي تقويم، ايه الانسب ليك كذا، هو بيختار التجميل، فانا كده عرضت عليه الحلين. لكن ما يروحش بقى الدكتور يقول لا والله انت حالتك تقويم فقط. طب الحالات اللي هي زي دي اللي بتحتاج تقويم واحنا بنعملها تجميل دي بتبقى صعبه جدا على الدكتور جدا. انا شفت الحاله بعد الحاله دي بذل فيها مجهود خرافي، بص السمايل بتاعته مرسومه ازاي في قد ايه. انا ما اعرفش انت رجعت له سنين لورا ازاي، انا مش فاهم. ما هو ده برد، ده برد صعب. ما هو خلي بالك احنا في سن معظم الحاله فينيرز، وفي حوالي 3 او 4 اسنان اتبرد. بس خلي بالك انت في التقويم هتخلع له دروس، فانا بالنسبه لي البرد احن شويه من الخلع. طب حاله زي دي قعد اتعملت في قد ايه؟ اسبوع. فاذا ده حل مناسب للمريض اللي هو مسافر بره مصر وعايز سنان. ما هو التقويم مش هيعالج مشكله شكل الاسنان، هيعالج الرصه، هيعالج الرصه وهيعالج العضه المعوجه، كل ده اتعدل في اسبوع بلون جديد بحياه جديده، وهيفضل كده مدى الحياه. يعني هل التركيبات دي هتتغير مثلا بعد 5 6 سنين؟ لا، التركيبات دي هتفضل كده مدى الحياه بشكل حلو وبلون حلو بعضه مظبوطه. خلي بالك احنا لما بنظبط العضه السنان اللي عماله تخبط في بعض دي بدات تتلخلخ، لما بتظبط له العضه تاني خلاص السبب اللي بيخلي فيه لخلخه بيروح، فالسنان بترجع تثبت تاني نسبه كبيره. الدور الثالث بقى، الدور الثالث ده دور مهم جدا جدا جدا، لانه دور المستحيل. في كده ناس عندها يقول لك ايه، ازدحام سنان، سنان كتيره راكبه فوق بعض وبتاع، فده بالنسبه له هو يعتقد انها حاله مستحيله. حتى هو يعني لو فرضنا انه راح لدكتور سنان هتلاقي اول كلمه يقول له هو الدكتور السنان يقول له ايه، انا عارف ان انا حاله صعبه قوي. هو الراجل مصدق انه حاله صعبه قوي، بيقول لك الدنيا ملخبطه عندي. ما في ازدحام. انا بيني وبينك حاجات الازدحام دي برضو يعني مستفزه بالنسبه لي، انتوا بتتعاملوا معاها ازاي؟ بس انت هترص ازدحام، يعني الفك صغير وفي عدد اسنان اكتر من الفك. اللي خلى جزء كبير قوي من العيانين عندهم ازدحام اسنان ومستحملينه، في منهم ممثلين وفي منهم ناس مشاهير، ان كان بيتعرض عليهم حل واحد فقط، التقويم. تقويم ايه في التمثيل؟ مش هينفع، ومش هينفع في حالات كتير. فانا لما بعرض على العيان حل واحد فقط، العيان ده بيفضل لسن كبير. معظم حالات الازدحام دي هتلاقيهم معديين ال 40 سنه. وتقول له ما عملتهاش من زمان، يقول لك انا يعني كنت هموت على حل، بس ما قداميش غير حل واحد اللي هو التقويم، وده مش مناسب ليا. التقويم مش وحش، بس ممكن يكون مش مناسب، مش مناسب بوظيفه، مش مناسب لسن، مش كذا حاجه. حاله زي دي اسمها كلاس 2 ديفيجن 2، يعني السنتين اللي في النص داخلين لجوه واللاترالز اللي جنبهم طالعين لبره شويه. الف ب الحاله دي ايه؟ تقويم. طب في حل اخر؟ فيه تجميل. ليه ما عملهاش تجميل؟ لو شفنا الحاله بعد بقى عندها ابتسامه طبيعيه بيضة عريضه في قد ايه؟ في 4 5 ايام. اسنان شكلها طبيعي جدا، هي طالبه ان السنان تبقى طبيعيه. ليه ما عرضش على الناس الحلول؟ يعني انا ليه ما عرضش على الناس الحلول؟ حاله زي دي اتعملت تركيبات ثابته اي ماكس فينيرز، في سنتين منهم كراونز، هتعيش كده مدى الحياه. ليه ما عرضش عليهم كل 90% من الشعب المصري عندهم ازدحام في الاسنان وعايشين بيه، عشان ما كانش بيتعرض عليهم غير حل واحد اللي هو التقويم. لا، في حلول تجميليه اخرى. نرفع بقى الليفل، نرفع الليفل. في 2 قدامك، تقويم وتجميل. التقويم والتجميل، التجميل زي ما بيقولوا كده ضرب التقويم، انتصر عليه، لان في حالات التقويم ما يقدرش ينتصر فيها على التجميل.
ده واقع. انا مش عايز بس الصوره توضح ان انا ضد التقويم. لا لا انا بقى احنا بنتكلم على انه في حالات اللي حتى باينه كلمه مش كل الحالات. هو دايما الحالات الملعبكه بنسلمها لدكتور التقويم، يعني خد بقى انت سلك، لان هي بتبقى صعبه شويه في التجميل. طب لو انت قلت للدكتور بتاع التقويم خد سلك وقال لك لا انا عطلان خد سلك انت، هتتصرف ولا لا هتصرف؟ حاله زي اللي موجوده قدامك صعبه قوي، حاله صعبه ورخمه. اها الحاله دي اترفضت من كذا دكتور تقويم نتيجه لايه؟ للاشاعات اللي اتعملت مبينه ان مفيش مثلا عظم كفايه، مفيش كذا حاجه تمنع التقويم. طيب حاله زي دي قدامه حل من حلين، يا اما يعيش كده، وعلى فكره هو بيتعرض للتنمر من اهله، ده حاجه مأساوية، من والده، وبيتعرض للتنمر من صحابه وهو صغير وعنده 17 سنة، عنده 18 سنة. يا إما نتصرف ونشوف له حل، وهو ليه حل جراحة فك، حل جراحة الفك ده أنا بخليه في الآخر خالص، ما بستخدموش غير لو يعني إيه، لأن هي حاجة صعبة جدا مكلفة جدا، هو مش هيقدر عليها كماديا ولا يعني كعملية، عملية كبيرة. طيب وبيقول لك انا يعني فعلا في حاله، في وضع صعب، حاول تساعدني. طيب حاله زي دي روح لدكتور التقويم، لا خد انت استلم دي قنبله. طب هنعمل له ايه؟ انت عارف القنبله لما خد بالظبط خد انت لا هات انا خد انت. طيب في حاله زي دي انا ضحيت بالسنتين اللي في النص، ضحينا بيهم عشان يبقى الشكل زي اللي حاصل دلوقتي. بص يا دكتور ايمن، السنتين الشكل بتاع السنان، احنا لو شفنا الخط اللي مرسوم ده عشان يبين قد ايه السنان كانت طالعه بره هنا، لاحظ كده الفرق بين السنه والشفه اللي تحت، بين الحاله فوق وتحت، ده الشفايف رجعت لجوه، لا ده السنان هي اللي دخلت. ايوه ما من عارف ما السنان لما دخلت فالشفايف رجعت معاها بالظبط. فالفكره كلها في ان انت، انا دايما بالنسبه لي التجميل ايه؟ يعني التقويم ده مثلا او الجراحه بتعالج الاساس، يعني التقويم يرجع السنان مكانها، الجراحه تشيل العظم البارز، التجميل بيداري العيوب اللي موجوده على نفس الوضع. الحاله دي من اصعب الحالات اللي اشتغلناها، وده احسن حل وصلنا له احنا. يعني انا عمري في حياتي قليل جدا لما اعيد حاله، او يعني لما اشتغل حاله انا بخلص في اسبوع بالكتير، عمر يعني قليل قوي 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 لما حاله تتعمل على مرتين، الحاله دي اتعملت على مرتين من شده صعوبتها. طيب هل السمايل بتاعته بيرفكت؟ لا مش بيرفكت، البيرفكت بتاع ان انت تعمله جراحه، ولكن احنا قدرنا نوصل ل 80% في وقت قليل بتكلفه قليله. انا راضي والعيان راضي جدا، كده مش هيتعرض للتنمر على الاقل. يعني نورت وشرفت يا دكتور عبد الله. نورك يا دكتور. ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان ومؤسس مركز برايت الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، المصمم الابتسامه المعتمد من البي دي سي، كان كعادته متالقا في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. ما الفرق بين جلطه المخ سرومبوز او الامبوليزم وبين نزيف المخ سيريبرال هيمرج؟ الاثنين قريبين من بعض، يعني حتى الاعراض، الاعراض بتاعتهم بساعات بيبقى صعب حتى على الطبيب المتخصص ان هو يفرق ما بينهم، لكن العوامل المسببه دايما بتبقى مختلفه، والفئه العمريه بتبقى برضو مختلفه. هو بس نعرف يعني ايه جلطه ويعني ايه نزيف. الحدوته كلها متصله بالشجره الكبيره جدا الممتده جوه المخ بتاعتنا، اللي هي بنسميها الشبكه بتاعت الشرايين والاورده.